السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا دي أخبار الزمالك أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة ومتشكر جدا على دعمكم الزمالك راح من التدريبات لمدة 20 يوم ويستأنف تدريباته يوم 25 أغسطس القادم بعد بيان شيكابالا بالأمس تضمن معه الكثير من الشخصيات واللاعبين البداية مع أحمد عبد عيد عبد الملك نشر عبر فيسبوك صورة لشيكابالا وكتب عليها الراجل الحر عمر ما تتكسر لعين وحرص هيثم فاروق نجم الزمالك السابق ومحل الم... ومحلل مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية على دعم محمود عبد الرازق شيكابالا ضد هجوم مرتضى منصور ونشر هيثم فاروق صورة عبر تويتر تجمعه بمحمود عبد الرازق شيكابالا لاعب خط وسط الزمالك وأرفق تعليقا لدعم نجم الأبيض إنه القائد التاريخي لنادي الزمالك وأسطورة القلعة البيضاء. حسين لبيب عبر فيسبوك الزمالك أولا جماهير وأعضاء نادينا الحبيب وزاد تعليقا على ممارسات الممارسات المأسوفة من إدارة النادي التي نالت كل الفرق الرياضية وكان آخرها تجدد محاولات متكررة للإساءة لأحد أهم نجوم الكرة كرة القدم عبر التاريخ الكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا لأغراض لا تخفى على أحد وأشار وللحق أؤكد أنني وقد تعاملت معه ولم أشهد منه إلا كل إخلاص وإنكار ذات وحب للنادي وللفريق وله مني كل الدعم وأضاف حسين لبيب على كل جماهير نادي الزمالك العاشقة للكيان وجميع أعضاء الجمعية العمومية أن ينتفضوا جميعاً يد واحدة ونتكاتف لإنقاذ الموقف إن الأمر لم يبلغ لم يبلغ في أي وقت مضى ما يشهده النادي من تردي رياضي وإداري ومالي فضلاً عن اهتزاز منظومة الأخلاق إنني أدعوكم للتمسك بالأمل والمحافظة على اللاعبين الذين هم ثروة النادي وشدة الإدارة غير الواعية قامت بتفريغ الفريق من نجومه وأفقدت ما بقي منه منهم ثقته بنفسه ودوافعه كما احدثت اهتزاز في الجهاز الفني وتسببت برعونتها في فقدان الفريق تماسكه وهوايته وهويته عاش نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. حماد الروبي نجم يد الزمالك السابق عبر تويتر كل الدعم لايقونه كره القدم بنادي الزمالك شيكابالا اتمنى الدعم والمسانده من لاعبي كره القدم الكبار بالنادي وطلب الروبي من حازم امام وايمن يونس واحمد حسام وهيثم فاروق دعم شيكابالا في ازمته ضد مرتضى منصور. خالد الغندور انا معلوماتي ان الزمالك خلص التعاقد مع صفقتين اجانب وانضموا للفريق ووصل الزمالك تعاقد مع صفقه مصريه كمان وانضمت للفريق وفاضل حل ازمه القيد واتم معلوماتي ان لسه فاضل كمان صفقتين مصريتين جايين في الطريق والشهر ده بس يعدي والامور هتتظبط في النادي هشام يكن انا ممنوع من دخول نادي الزمالك ولا اعلم لماذا انا بعيد تماما عن الزمالك طوال السنوات الماضيه رغم اني أنا تربيت ونشأت داخل جدران الزمالك ومن عائلة كبيرة زملكاوية وأضاف الزمالك يحتاج للاستقرار الإداري والزمالك بعيد بسبب الأزمات والمشاكل لذلك الفريق لا يحقق الفوز أو البطولات وتابع أتمنى أن شيكابالا من شيكابالا عدم الرد على أي شيء ويستمر في مستواه مع الزمالك فهو قائد الفريق وعن فتوح قال هشام يكن أحمد فتوح لاعب مميز ولكن مستواه بعيدًا بسبب التصريحات التي أدلى بها رئيس النادي السابق ميدو عمري ما هدرب الاهلي النادي المستقر دائما في مصر نادي وحيد فقط وهو الاهلي ولكني عمري ما هدرب واختتم الاهلي نادي كبير وشرف بالطبع لاي شخص ولكن كل واحد لديه انتماء هشام يكن الزمالك يعاني من الادارات التي قاد قاده النادي واللاعبين ليسوا على قدر النادي وبعيدين عن المواصفات المطلوبه داخل الفريق الابيض وصلنا لمراحل صعبه للغايه كما ان اللجنه الفنيه غير فعاله ووجهه يكن نصيحه لشيكابالا انت نجم كبير واتمنى الابتعاد عن الازمات واغلاق الباب تماما وعدم كتابه اي بيانات اخرى وشيكابالا نجم كبير وقادر على العطاء وسيكون من الخطا استمرار هذه المشاكل خالد الغندور تخيل يا مؤمن سب دين ربنا والضرب بالقلم على الهوا مباشرة ياخد إيقاف ماتشين بس لما عامل يدوس على تيشيرت الأهلي ياخد إيقاف سنتين ووصل ونظام منع الجماهير أنا قلت لمسؤول في رابطة الأندية إن النظام ده ملوش لازمة لأن حكاية إن أمنع ده يدخل ما غيره هيدخل ويشتم وتابع لكن لما أمنع الجمهور كامل إنه يحضر الباقي هياخد عبرة إنه ما يشتمش لأن كله هيتوقف لكن أشتم حبة وأمنع والباقي يدخل فيشتم نمنع حبة والباقي يدخل فيشتم ونفضل كده بقى لا مؤاخذة ده نظام لا يعقل خالد الغندور لما سألت المسؤول رد عليا قال لي يا خالد احنا عاوزين نرجع الجمهور بقى احنا هنضحك على بعض ده هما ست جماهير اللي بيحضر لهم وكمان مش كله بيحضر له اعداد غفيره يعني المصري لما منع له 3000 اللي بيسافروا له من بورسعيد لاسماعيليه لإسكندرية مش هيعرف يحضر له 3000 تاني واتم واخيرا عاوز اسال سؤال يمكن انا ما بفهمش هل سب دين ربنا ياخد ماتشين ويدوس على تيشي؟ على اي تشرت سنتين مستني الاجابات المنطقيه حاتم خيمي رئيس الوحدة السعودي السابق حرام اللي بيحصل في الزمالك الزمالكاوي المسكين ما بيفرحش انا زمالكاوي لما الزمالك بياخد بطولة بخاف لان عارف ان الزمالك هينز... هينزلوه واختتم كان هناك تدخل عاجل عندما تم حجل لمجلس ادارة النادي الاهلي في وقت سابق وهذا يجب ان يحدث مع الزمالك للحفاظ على الاستقرار الاداري رئيس الوحدة السعودي السابق أكد انتمائه لنادي الزمالك مشددا على أن ما يحدث مع نادي الزمالك في ظل عدم استقراره الإداري شيئا سيئا. حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السعودي أحمد حجازي تألق في الدوري السعودي كأنه مدافع أوروبي. حاتم خيمي أطالب برحيل عامر حسين عن إدارة مسابقات الكرة المصرية توجيه الشكر لعطائه بالسنوات الماضية لفرض النظام في مسابقة الدوري المصري. حاتم خيمي أحمد سيد زيزو أفضل لاعب في مصر ويستطيع التألق بالدوري السعودي وأضاف محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مدافع على مستوى عالي وشكر وشكرا لكارلوس كيروش على اكتشافه محتاج يهدى شوية فقط واختتم محمود حمدي الونش مدافع الزمالك بالطبع بعد عودته من الإصابة مدافع كبير حاتم خيمي محمد عواد الظلم في 2018 وكان أفضل حارس في الدوري المصري لما كان في الإسماعيلي وأضاف محمد عواد لازم يرجع أساسي في الزمالك وبمجرد ما كان بيغلط كان بيرجع دكة ده ظلم بالنسبة ليا واختتم حتى لو غلط عواد لازم يبقى الركيزة الأساسية في عودة الزمالك حاتم خيمي من اصعب القرارات في حياتي التي اتخذتها رحيل احمد حسام ميدو عن المهمه الفنيه للفريق واضاف بعد ميدو فريق الوحده السعودي تدمر والسبب الحقيقي في رحيل ميدو ان حساب ميدو على تويتر تم تهكيره وانا تاكدت من ذلك ولكن كان الموقف صعب وكان لابد من الرحيل واختتم رحيل ميدو ادى الى تراجع الوحده السعودي وهذه حقيقه ميدو لو قاد الهلال السعودي سيحقق نجاحات محمد شبانة إدارة بيراميدز ترفض التفريط في محمود صابر نهائيا لأنه لاعب جيد وهو عنصر هام للمستقبل محمد شبانة الزمالك قرر استبعاد طارق يحيى من العمل داخل نادي الزمالك في أي منصب بعد التسريب الصوتي له وهو يهاجم الإدارة أحمد شوبير لن أتحدث عن أي بيان بين شيكابالا وبين الزمالك حرصا على تهدئة الأوضاع ومش حابين نثير الأمور أكتر من كده نجح مجلس إدارة لافينا برئاسة محمود الأسيوطي في التعاقد مع أحمد صبري مدافع أيسر مواليد 2001 قادما من نادي الزمالك أحمد شوبير نعم هناك مفاوضات بين الزمالك وبين فتوح لما قعد معاه في السعودية قالوا له يلا يا أحمد عاوزين نوقع ووصل اللاعب قال لهم فيش مشكلة ويلا نتكلم وطبعا كلنا عارفين الأمور في الزمالك في إيد مين وتابع حصل اختلاف واللاعب قال لهم أنا عاوز مقدم التعاقد والمستحقات القديمة وأتساوى بعدد من اللاعبين في النادي وأتم هل حصل مفاوضات؟ أه حصل مفاوضات لكن هل حصل توقيع؟ لا لحد الآن ما حصلش توقيع علي كيميخ نجم النصر السعودي السابق أكد أنه يتمنى انتقال شيكابالا إلى أحد أندية الدوري السعودي ووصفه بأبرز لاعبي الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان وأضاف أن خروج نادي الزمالك من بطولة كأس الملك سلمان كان أمر محزن على الجميع خاصة وأنه قدم بطولة جيدة وكان خروجه مشرفا وأشار إلى أن حضور جماهير الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان من مميزات المسابقة موضحا ان مباراه النصر والشرطه العراقي ستكون صعبه للغايه على الرغم من ان العالمي فريق متكامل مضيفا اتوقع ان يكون النهائي بين النصر والهلال وواصل بان محمد صلاح سطر اسمه بالذهب في تاريخ الدوري الانجليزي والمنافسه بين الانديه السعوديه على ضمه ستكون شرسه متمنيا وجوده في النصر سيكون قائلا سيكون امر جيد وثنائيه صلاح وكريستيانو رونالدو ستكون مميزه في العالمي. بس كده هي كل الاخبار اللي كانت معانا النهارده عن نادي الزمالك اتمنى الفكرة تكون خفيفه لكم ادعمونا بلايك الفيديو سبسكرايب للقناه وتشاركوا جدا على دعمكم سلام